السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم مادة العلوم للصف السادس ابتدائي. راح نلخص موضوع الفسائل اللي هو صفحة 42 و43. راح نقرأ الملخص بالملزمة. أنا موضوع الفسائل شارحته بالقناة، لكن طلبوا من عندي الملخص، فهنا أنا فقط راح أذكر الملخص ونأكد على الأسئلة الوزارية، يعني اللي جاية بالوزارة في السنوات السابقة. من عدها هي تعريف الفسيلة، تعريف مهم وجاي وزاري. هو نمو جانبي ينشأ من قاعدة الساق، وتطابق الفسيلة النبات الأم في خصائصها العامة، فتنتج الشجرة مؤنثة فسائل مؤنثة، والشجرة المذكرة فسائل مذكرة. هذه فراغات، هذه اللي بالأحمر اللي تحتها خط، هذه فراغات. صار واضح؟ إذا هنا عندنا تعريف الفسيلة وهذه الفراغات. هنا كذلك عندنا فراغ، يتكاثر فراغ بواسطة الفسائل، نقول النخيل. يتكاثر النخيل بواسطة الفسائل. زين، هنا عندنا سؤال وهذا سؤال كذلك وزاري. ما هي أنواع فسائل نخلة التمر؟ الجواب أولاً، نوع يخرج من قاعدة النخلة الفتية تسمى بالفسيلة النامية، وثانياً نوع آخر ينمو مرتفعاً على الجذع يسمى الفسيلة الهوائية. هذا السؤال كلش مهم، يا أما يجي ما هي أنواع فسائل نخلة التمر اللي هذا السؤال جاب الوزاري، أو يجي هنا على شكل فراغات، أو يجي تعاريف مثل عندنا تعريف الفسيلة الهوائية، وهو نوع من أنواع الفسائل ينمو مرتفعا على الجذع. صار واضح؟ هذا تعريف الفسيلة الهوائية. هنا عندنا تعليل وزاري، تكون الفسائل النامية حول قاعدة النخلة والمتصلة بالأرض أصلح للزراعة من الفسائل الهوائية. الجواب، لأنها تحتوي على مجموعة من الجذور التي تساعدها على النمو السريع. هنا عندنا تعليل ثاني، نادراً ما تستخدم الفسائل الهوائية في تكثير النخيل، وخاصة عند توافر الفسائل الاعتيادية. الجواب، لأن الفسائل الاعتيادية تحتوي على مجموعة من الجذور التي تساعدها على النمو السريع. زين، هنا عندنا سؤال وهذا السؤال كذلك وزاري، يعني موضوع الفسائل موضوع مهم لأن هواية أسئلة وزارية جاية من عنده. ما الفرق بين طريقة التكاثر بالفسائل في حالة وجودها بالقرب من التربة وحالة وجودها بعيدة عن التربة؟ يعني شنو؟ الفسيلة الهوائية تكون بعيدة عن التربة في أثناء الزراعة، أما الفسيلة النامية تكون بقرب من التربة، فشنو الفرق بيناتهم؟ هنا الجواب، في حالة وجودها قرب التربة تكون أصلح للزراعة، لأنها تحتوي على مجموعة من الجذور التي تساعدها على النمو السريع. هذه عن طريق الفسيلة النامية. أما في حالة وجودها بعيدة عن التربة اللي هي عن طريق الفسيلة الهوائية، شلون يكون زراعتها؟ هنا يعمل صندوق خشبي أو كيس حول قاعدة الفسيلة بحيث يحيط بجذع النخلة بالكامل، ويملأ الصندوق بمزيج من التراب والسماد، ويتم ريه لمدة لا تقل عن 6 أشهر إلى أن تظهر الجذور عند قاعدة الفسيلة، وحينئذ يمكن فصلها عن نخلة الأم وزراعتها. هذا الجواب السؤال موجود بأفكر وأجيب. لماذا لا ينتشر النخيل في كل مناطق العالم؟ الجواب، لأن النخيل يحتاج إلى ظروف خاصة مثل الحرارة العالية والرطوبة. لأن النخيل يحتاج إلى ظروف خاصة مثل الحرارة العالية والرطوبة. زين، ما النباتات الأخرى التي تتكاثر بالفسائل؟ الجواب، نخيل الزينة والموز. نخيل الزينة والموز كذلك تتكاثر بالفسائل. هنا عندنا تعريف نخيل الزينة، تسمى أيضا نبات السايكس. يعني إذا أجانا تعريف نخيل الزينة أو السايكس، اثنيناتهم نفس التعريف. نخيل الزينة اللي هي تسمى السايكس، يعد من أغنى أنواع نباتات الزينة وأطولها عمراً، حيث يمتد عمره إلى 50 عاماً. هنا عندنا السؤال، كيف يكون شكل نبات السايكس؟ الجواب، شكله الخارجي يشبه النخلة، وله جذع أسطواني وأوراق اللي هي سعف ذات ملمس ناعم تنتهي بأشواك مدببة كما في سعف نخل التمر. زين، سؤال، ما هي البيئة المناسبة لنمو نبات السايكس؟ الجواب، البيئة الرطبة ذات الحرارة المعتدلة. البيئة الرطبة ذات الحرارة المعتدلة. هسه نجي إلى الموز. هو نبات عشبي معمر يتكاثر بالفسائل،
تقع ساق الموز تحت سطح التربة وتسمى بالساق الحقيقية، أما الجزء الظاهر منها فوق سطح التربة فيسمى بالساق الكاذبة. هذه كذلك مهمة، قد تجي فراغات أو تجي مقارنة، هسه راح نعطيها بنهاية الدرس المقارنة بين الساق الحقيقية والساق الكاذبة. بالنسبة للموز، الساق الحقيقية تكون تحت التربة، أما الساق الكاذبة تكون فوق سطح التربة. زين، من أين تتكون فسائل الموز؟ الجواب، تتكون من البراعم الموجودة على الساق الحقيقية للنبات، حيث تفصل هذه الفسائل من النباتات الأم وتزرع مباشرة في التربة. هنا عندنا سؤال، ما هي التربة المناسبة لزراعة الموز؟ الجواب هو التربة الرملية. سؤال، ما هي خطوات إعداد الأرض لزراعة الموز؟ هنا نقول أولا تسميد الأرض بسماد عضوي، وثانيا تحرث وتنعم وتسوى ويتم تخطيطها إلى خطوط تبلغ المسافة بين خط وآخر من 75 إلى 100 سنتيمتر. ثالثا تغرس الفسائل في هذه الخطوط وتروى جيدا بالماء. سؤال، هنا عندنا هذا السؤال مهم، ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في الفسيلة المختارة؟ هذا جاي وزاري. الجواب، أولا أن لا يزيد عمرها عن 6 أشهر. ثانيا أن يكون قطر قاعدتها من 10 إلى 20 سنتيمتر تقريبا. ثالثا أن تكون مخروطية الشكل ذات ساق كبيرة نسبيا. رابعا أن تكون سليمة وخالية من الأمراض. هنا عندنا السؤال الأخير، ما الفرق بين الساق الحقيقية والساق الكاذبة في نبات الموز؟ وهذا جاي وزاري. الساق الحقيقية تقع تحت التربة، أما الساق الكاذبة تكون فوق سطح التربة. صار واضح؟ هذا بالنسبة ملخص درس الفسائل، وبالتوفيق إن شاء الله. مع السلامة.